طبعا هاي مجموعة الشعر اللي كل يحبها. طبعا هاي المجموعة مثل ما خبرتكم الأول، في ناس عندها ثعلبة، في ناس عندها تساقط، فراغات، قشرة صفية بالرأس، احنا بننصحها بهي المجموعة، شعر لا كيرلي وبتنعم. بس في شغلة، إذا واحد عنده صلع، انتبه، عنده صلع يعني ما في شعر هيك، لا يجيني لأنه ما تطلع الشعر هيدي من الآخر. صدق نوبة ما حلو، كله فيك صلع ويطلع شعرك. أحسن له والله صدق صحيح. يلا عموما هذه المجموعة، وعلى فكرة رائحتها جدا جميلة وتعطي رائحة حلوة للشعر. عن تجربة أيضا أنا أتكلم. الصابون الطبيعي العضوي أنصح، خاصة بهالحر والجفاف، يجي يستخدموا الصابون الطبيعي خاصة لإلهم ولعيالهم، وحبة البركة وإكليل الجبل ونعناع البر بالشاي الأخضر، لأنه حيحميهم من درجة الحرارة ورح يعطيهم انتعاش وبرودة كل اليوم بإذن الله. وأنا أول واحد يشتري هذا المنتجات حبيب. اليوم على فكرة خضيت المرة الماضية والله استخدمتهن أنا وأولادي وأمورهن طيبة ورائحتهن جميلة. خضيت يا أخي في حاجة بالشاي كانت لا بالشاي الأخضر صحيح. جدا جميل صحيح. أنصح الجميع أنهم يأخذوا منه صحيح. رائع صراحة جداً. أوصيكم طبعاً ما أخرج اليوم إلا ما أخذ الشيء اللي باغنه. عندنا الزيوت العطرية الطبيعية العضوية اللي هي 100% أيوة أيوة. الزيوت العطرية تستخدم للجسم كامل، يعني عقب السبوحة ترش على إيدك مزهك بدل مزيل عرق طبيعي. اسألني ليش؟ لأنه مزيل العرق أول ما ترش بصير نفس اللسعة صح، غاز وكيميكال قاعدة تحط على جسمك، وبعدين تقولي ليش صار صدفية وأكزيما؟ استخدم المنتج الطبيعي حتى على شعرك تحط. عنا تريبل مستين كسر الدنيا. وعلى فكرة أنا بقول شغلة، احنا نشرح ترى نص زبايني 40% من زبايني بعمهم من عبري، فكلهم عارفين خام الصابون. يا سلام. نرجع نفوت على النعناع البري. نعناع البري أي حدا عندك في البيت عنده صداع، عنده أكزي، عنده ديسك، عنده ألم مفاصل، أي شيء مغص، هذا صيدلي متكامل يحطه في البيت. زكام، أنا والله يوم كورونا صارتني كورونا استخدمت النعناع البري لساعدني على إعادة حاسة الشم والذوق. نعناع البري برد الروح، خليه معك وين ما تروح. يا سلام. حتى الحجاج الحين أخذوه معهم على مكة على فكرة، لأنه بتحطهم بالأنف على الصدر بيعطيك هيك، بفتح الشعب الهوائي وبيعطيك طاقة صراحة قوية جدا. يا سلام. برد الروح باللبناني. عبا أبوي عطانا منه. طبعا المنتجات هي في عنا للشعر، لتساقط الشعر، للفراغات، لصدفية الرأس، لصدفية الجسم، للأكزيما، للجرب. طبعا هو ابو حميد حينزلكم كمان فيديوهات لناس يعني من بعد هن اللي معطونا انه بدهم ياخذوا الاجر يشوفوا كيف استفادوا، لناس تانية هي كمان تستفيد باذن الله تعالى. باذن الله. طبعا هالمنتجات هذه هي اللي كثير ناس ساعدتها منا اللي عندها اكزيما صدفيه. هي المجموعات طبعا، هي المجموعه عباره عن صابون اكليل الجبل، صابون السائل البركاني، اللوشن الطبيعي. ممتاز، شغل طبيعي، كله طبيعي، وما شاء الله يعني الناس استفادت من منتجاتكم. وعن تجربة أنا أتكلم عنها وعلى ثقة تامة بجودة المنتج، وطبيعي يعني المنتج طبيعي، وإذا ما نفعك ما راح يضرك، بالعكس راح تستفيد منه. مجموعة حب الشباب، اليوم تتكلم عن حب الشباب، في ناس كتير بشرتها دهنية وعندها حبوب وشها ويعني متضايقة، هاي المجموعة هي المجموعة السحرية لحب الشباب. طبعا لا حدا يقص عليكم اذا انا اقولكم 100% تقولكم انا كذاب، في ناس كتير استفادت وفي ناس كتير ما استفادت حسب نوع البشرة. لكن انت قبل لا تروح تاخد الحبوب الكيميكال اللي خبري خبركم ويزيد الطين بلة، جرب هالمنتج الطبيعي ما فادك. وش التاني، كيف اجدادنا يا ابو حميد كانوا يتعالجوا قبل 60 سنه كيف؟ بالمنتجات طبعاً الطبيعيه. طبعا انا عندي الحين زيت اسمه زيت النعناع البري. زيت النعناع البري وينه يا زيت النعناع البري؟ وينه؟ تعال ساعدني وينه؟ هذا زيت النعناع البري، وجه الكاميرا عليك. قبلت التحدي؟ قبلت. حط اصبعك، لا اصبعك اصبعك، حط داخل انفك، اعطيني كلينكس، اسحب روح. شو؟ شغله حبيبي مراد، خام الصابون هل تعلم انه عندهم اكبر متحف صابون في العالم موجود؟ يا سلام. في قريه بدر حسون اكبر طبعاً. متحف صابون في العالم من 1460 80 حلو. هل تعلم انه عندهم مراكز
مراكز البحوث لتطوير هاي المنتجات ولصناعة منتجات جديدة حتى تخدم جميع الناس للجلد، للبشرة، للشعر وللعناية بالجسم. يا سلام. وعندهم كذلك مختبرات بيصنعوا فيها هاي المنتجات. فخان الصابون منتج حقيقي، أمامك منتج حقيقي طبيعي عضوي. هذا المنتج بفضل الله عز وجل عندنا أكثر من 1260 فرع حول العالم، وإحنا موجودين هنا في سلطنة عمان، عندنا في سيتي سنتر السيف، عندنا في سيتي سنتر السيف، عندنا في مول عمان بوشر، عندنا في عمان إفنيوز مول، وعندنا في نزوة جراند مول، وعندنا في صحار سيتي سنتر بفضل الله، والآن إحنا في لولو عبري العراقي. فحياكم الله، تشرفونا جميعا. حياكم الله انتم ومنتجاتكم الطبيعيه والجميله والرائعه. طبعا راح يكون موجود رابط السناب، رابط الانستغرام ورقم التليفون، اي شيء تحتاجونه لعيونكم ما منقصر معاكم. ترى احنا لو ما نحبكم ما جيناكم من اخر الدنيا، من لبنان لعبري لعيناي. يلا يلا، لو ما نحبكم ما جيناكم. الله يخليك ابو حميد. عندنا خصم الان لنهايه لاول يوم العيد. عندنا خصم 30% على جميع المنتجات خان الصابون و 40% على الزيوت العطريه. بارك الله. يا سلام. وتشرفونا وحياكم الله. يستاهلوا. يلا. الحكمه تلحق، الحكمه تلحق، وامورهم طيبه وما شاء الله. ومن الناس اللي قرب الاخت من عبري طبعا تقول رايها على المنتج، هي تشتري من عندنا. رايك في المنتج؟ والله تستخدميها ثبيتها كيف؟ يعني وايد ايام. والله ايام ما شاء الله. يعني شرفتينا واهلا وسهلا فيك. كنت حضرتك من عبري؟ ايوه. اهلا وسهلا فيك. تشري ابو حميد تعرفينه؟ في حد ما يعرفه؟ ها عزيز على ما تعرف ابو حميد. الله يحفظك يا شكرا. يا هلا. ابني محمد كان يعاني من حساسية من عمر 3 سنوات لمدة 4 شهور تقريبا. زرنا جميع العيادات وما حصلنا نتيجة، وبفضل من الله ومن